ده مول المسا، اشهر حاجه هنا في العالمين الجديده، واحلى حاجه هنا بص السقف. استوديوهات شد الحبل. اهلا بكم في فلوج جديد ومختلف، والمره دي مختلف عشان احنا النهارده في فلوج مصر في العيد في العالمين الجديده مع اصدقاء اليوتيوبر زي ايمان صبحي وبنوفل وعمر شكرا يا اسطى وامنيه عوض. يا رب نشوف الحوار ده. شمس سطعت والجو جميل هذا اليوم، وفراشات قد طالت هذا فصل الصيف، ورفيقتي كل هيا للنزهه هيا. انا بعد الكلام دلوقتي احنا في وسط البلد رايحين نتقابل عند ايمان عشان نركب العربيه ونروح على العالمين الجديده. يلا بينا. يلا اتاخر على البحر. انا مزنوق في الاسانسير اهو، شدوني طلعوني. شكرا يا اسطى. انت منك لله. انا جيت جنبك هنا. انت بعتيلي اللوكيشن اخر الشارع هنا، خلينا نلف كده عشان نيجي كده. اذا ما تعرفش غير رمسيس صح؟ ايوه انا نزلت في رمسيس فعلا وتهت بعدها. استاذ نوفل يا نهار ابيض، الرائع الرسمي لرحله النهارده. ازيك؟ اهلا. بكل بساطه الناس مالها قرفانه اليوم في ايه؟ لا عليك دي شنطه، ده انت لو روحت تجيبي حاجه من تحت. ده انت بكل بساطة جدا. خلاص يا ستي سنعود بعد قليل. عدنا. ايه ده بقى؟ ايه اللي انا شايفه؟ عايزين نشرب زنابيا. ضحكة فلاحين خبيثة. لا مش هينفع اقول فلاحين في البيت. اتحاسب عليها اتأخر دي. ايه ده بقى يا امنية بيعمل ايه؟ استحلفك بالله بشرتي لو حصل لها. الله تراوى ولا ده تكييف. ما شاء الله. عامل ايه؟ A few moments later. من ورا الريسبشن يا فنانه. هو احنا هنا فين؟ على مين؟ على مين وعلى فين؟ انت عارف احنا فين دلوقتي؟ احنا في الميتافيرس، احنا في العالم الثاني. الحقوا على مين؟ على مين؟ على مين؟ هي مش سوسه كريم. الاوضه دي سرير واحد. ايوه بينام عليها اربعه. طب والفيو بيطل على ايه؟ على السرير. اوه جنينه. والسرير يا كريم. وكراسي اهي كراسي. والسرير يا كريم. الاوضه سرير واحد. مخدة اهي اللي عايز ينام، بطانية اللي عايز ينام، وسرير واحد. بخاف من الكلب يطلع لي اسد. بخاف من العبط يطلع لي اسد. اوبا دش من اللي بتخش وتقفل على نفسك. هو حد بيكون واقف لك بره ولا ايه؟ غيرنا وقعدنا بس هنعمل ايه؟ وننزل بقى ونجيب بقى نروح البسين. ايوه بالظبط انا شايف كده نروح البسين. ايه يا معلم يا معلم؟ يلا يا عم اصحابنا بقى والناس نتجمع. انت في الاحلام. انا فوق شو يا فندية. ايه بقى؟ اسكوزو مو عايز حاجة تانية؟ اشرب مية؟ اشرب. لو عوزتوا أي حاجة أنا في الخدمة. وعندهم ميكروويف يدي الميكروويف بتاع بالجزمة.
مين اللي بيخبطه؟ ممكن ابص اشوف؟ اتفضلي اتفضلي. بصي بصي بصي، شفتي الميكرويف؟ احنا ما عندناش ميكرويف ليه؟ ما عندكوش؟ امال عندكوا ايه؟ عندنا كافيه زي عندكم. تعالوا تعالوا وريني التسيب ده، تعالوا وريني. سلام عليكم. ايوه ما هو ما هو يا الاء. لا اله الا الله. خرجيني بس، عايز اخش الشاليه بتاعنا. صباح الفل يا رجاله، جبت لكم حاجات الشاليه التاني لو حد عايز. سرقتها بس. ما سرقتهاش يا حبيبي، هم قالوا لي مش عايزينها. يا حبيبي ما سرقتهمش، خدوهم في الميكروويف. انت حرام يا كريم. بس يا حبيبي تعالى بقى نروح الشاليه التاني ناخد منهم الحاجه. امال فين النسكافيه؟ كان مش فين نسكافيه وسكر هنا؟ شرب. لحقتوا خلصتوهم؟ ايه 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 بس يا شباب، افهمكوا بس. يا ابني شو اصبري بس، اصبري، ده انت بتخليكوا في بتوعكوا. بس بقى سيبوا حاجاتنا يا جدعان، سيبوا حاجاتنا يا جدعان، سيبوا حاجاتنا يا جدعان. هنتكشف. افرض راحوا عندهم وما لقوش الشاي والنسكافيه والسكر اللي انا واخده منهم. لان ما كنتش مستلف وقت. لا ما انا استاذنتهم بس. ما كانوش دول. لا حبيبي، انت بتفتح الميكروف بالصدفه وانا اللي عامل ناصح وغلبان في الميكروف. فتحت الميكروف لقيته وغلبان قوي، تقول لك الحق لقينا ايه؟ حان وقت المغامره الى البول. ده على عمق كبير. يلا هو يلا بينا. هلا من اللي بطال هالحد ده. بص بص انا شكش بص، الماء والخطر وراش الحاسب. في انت اوكي. بص ولا في الدماغ. لا يا هوريكم حاجه دلوقتي. عمانيرو في حمايتي. مهرجان سبايسي على اليوتيوب. نو وان بجد، اقسم بالله من أو من صباحة ربنا على النظام ده. انت بتتكلم كده ليه يا اسطى؟ سوبر مان الحقيقي. دليفري لسه ما جابش ميه، فعملت لهم الميه دي من الحنفيه وهشربها لهم على سنة انها ميه معدنيه. انا بقول لك يا كريم اصحى عشان نتفسح. انت تخرس خالص. ليه يا كريم؟ عملت لك ايه عشان اخرس خالص؟ انت عارف انت بتشخر كم شخير؟ عارف والله. يعني انا شخرت جامد. انت كنت بتشخر مش على جامد، انت كنت بتشخر 13 شخره في الثانيه يا اسطى. خد نفسك وبعد كده شخر تاني. انت بتعمل ايه دلوقتي ده؟ انا بسال إيه؟ جوجل بقول لها انا بغني ايه، وبقول لها بغني ايه وبتجيب لي على طول. وات ام اي سينجينج. سبحان الله. What am I singing? Oh my god, did you call me baby? Maybe. Yes, cool. The next day. انا عايز نعوض النهارده. احنا معوضين. احنا عايز ايه؟ قول كده تاني بشكلك ده كده. عايز نعوض النهارده ونخربها. انت نمت وسبتنا. انت نايم بقالك 10 ساعات يا كريم. انا فوقت لكم يا ابني. انت نمت وسبتنا. خليني نام دلوقتي. انا حاسس ان انا صاحي امور قوي النهارده. بعد اذنك ضحكتك ما تعلاش. يا قلة الادب، يا قلة الادب، تأدبي والله. ما تسكت ضحك ليه النهارده؟ واي حد ينام جنبي بيشخر. يا رواق. ولا في الدماغ يا ابني. بلاش اغنيه ويجز ما شاء الله. منطقي جدا.
انا ملاحظ ان الماك بتاعتنا والفطير بتاعنا والشاي بتاعنا وكوباياتنا كسفتي ولا دي الشمس سلمى كلنا دخلنا هنا قاعد انا من غير بعض يوبا خدي ميه خدي ميه تعالي ده تتحديني تتحديني اضحكك انت بتقولي ايه وانا مش فاهم ايه حتى كريم فكنت بقى حتى كريم ضحكني انا اصلا واحنا ما بعرفش اضحك خالص انت كريم انا ضحكتني ما بعرفش اضحك بتقول لك ما بتعرفش تضحك بتقولي ايه يا جماعه البت دي زعلانه بقى لها فتره فانا ان شاء الله النهارده هخلصها من الدنيا تعالوا تعالوا انا بجد لا مؤاخذة عشان مصداقية ما هو اسم مي عز الدين في فيلم الليمبي 8 جيجا مي عز الدين نوجا ايه يا نوجا ايه عدس لسه باكلينه الصبح انا بقلد من القرف انا بقلد اسمعي بس انا بقلد واحد بيقلد الليمبي يا رب انا ما بقلدش الليمبي دايركت يلا رايحين البحر الصن بلوك ده من غالي يا استاذ نوفل ايه طبعا نقول 2010 ده منور الدنيا يا استاذ جيلبرتو اصوركم انتوا بجد عايشين الوهم والله انتوا صعبانين عليا يعني بص دول بيتصوروا دول يعني نازلين الميه في الشط مش رملي اساسا وبص بص بص السايح ده بص السايح اللي جاب كاميرا ده وادي الفنانه اهي الفنانه قاعده ايه بقى تكتب رسائل بحر يا نهار ابيض انت بتعمل ايه هنا انا يا لهوي عامل ايه مين اللي داك انا فاكركم والله مين فيكم يحيى ايوه قال يا ابني ايوه ولع الدنيا ايه ولا مليون شكرا لكل الناس اللي نورتنا النهارده على الشاطئ المسا اشهر حاجه هنا في العالمين الجديده واحلى حاجه هنا بص السقف يا ويجو شقبو فري درينكس ان هاوس بص السقف السقف النوره انا كانه سام انت داخله بالفوطه والكره بس جامد السقف اه تحفه باركيه باركيه السقف الدنيا بره بالليل والدنيا هنا الصبح ازاي بس يا فلان لا انا خايف انا عايز اروح رمسيس هو بجد مفيش حاجه هنا ولا سويدي فاتح ولا اي حاجه شغاله هي كل حاجه بتشتغل من 1/6 صح اه استاذه مازه لو يا نهار ابيض ده السقره هتحلو مع مازه لو اتفضلي اتفضلي في كرسي اهو انا هقعد لو مديت ايدك عليا ولا لمستيني خلاص لول اوعى بقى انت عايز كده يكون الفلوج خلص لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وتابعوني عشان تشوفوا الفيديوهات الجايه واشوفكم الفيديو الجاي فهب هب هب هب